شكرا لكل الاوائل اللي عايشونا اجواء الفرحه معاهم، ويا رب دايما البيوت يعني مليانه فرحه. وتجربه الثانويه العامه تجربه مش سهله، ويعني مشوار كله تعب ومجهود من البدايه، لكن خليني اقول لكم طبعا ان كل واحد ليه تجربه مختلفه، مشوار مختلف. المهم ان انت تجتهد على قد ما تقدر، ايا كانت النتيجه تقدر ان انت تطور من نفسك، تشتغل على مهاراتك، تختار المجال اللي ممكن تحقق فيه نجاح طول الوقت. الموضوع مش بس نتيجه الثانويه العامه، الموضوع اللي جاي بعد الثانويه العامه. زي ما بيقولوا لنا كده، خليك دايما باصص في ورقتك ومركز قوي انت عايز تعمل ايه في اللي جاي، وازاي تمتلك المهارات اللي تخليك تحقق نجاح في المجال اللي انت هتختاره. ده مهم جدا. الف مبروك لكل الاهالي، الف مبروك لكل البيوت، ربنا يديم الفرح يا رب. ودايما تفضل كل البيوت المصريه يشغل بالها التعليم، لانه التعليم مفتاح حل مشاكل كتير جدا احنا بنواجهها في المجتمع، نقدر نتغلب عليها بجودة التعليم ده. وأنا سعيدة الحقيقة بأن أنا بسمع أفكار مختلفة من الأوائل. قبل كده كنت بتسألهم كانوا على طول حافظين طب هندسة، ما بيفكروش. دلوقتي زي ما حضراتكم سمعتوا منهم كلهم بيفكروا، وده لأنه المجالات بقت مفتوحة والبلد بقى فيها مجالات يعني تتماشى مع الطلب العالمي على التخصصات اللي موجودة، ودي حاجة تسعد وتفرح الحقيقة. خلينا مستمرين مع حضراتكم واعلان نتائج الثانويه العامه، وطبعا بعد اعلان النتائج يعني الطلاب اتجهت ناحيه التنسيق، هتعمل ايه وهتخش جامعه ايه، كل التفاصيل الخاصه بتسجيل طلاب الثانويه العامه للرغبات الكترونيا، وازاي ممكن يختاروا الكليه المناسبه ليهم، وامتى هيبتدوا التسجيل. خلينا نعرف معاكم التفاصيل. دلوقتي معانا عبر الهاتف دكتور عادل عبد الغفار، المستشار الاعلامي لوزاره التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وطبعا باعلان النتيجه بيبتدي التنسيق، واكيد ليكم تجهيزات خاصه لده ويعني مستعدين لهذه المرحله. فتح بالتهاني اولا حضرتك لكل ابنائنا وبناتنا اللي حققوا نجاح بعد ماراثون الثانويه العامه، وربنا يوفقهم ان شاء الله في المرحله القادمه، يوفقهم لاختيار التخصصات العلميه اللي يحققوا فيها التفوق ويحققوا فيها ذاتهم وامل بلدهم فوق ان شاء الله. فيما يتصل باستعداد وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، منذ وقت مبكر الاستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهات واستعداد مكتب التنسيق، وايضا معامل الحاسبات في الجامعات ستكون على استعداد لاستقبال الطلاب لمن يرغب ان هو يذهب الى اي معمل حاسبات بجامعه حكوميه الاقرب الى منزله، وهيجد المرشدين اللي يقدروا يساعدوه في كيفيه التعامل مع التنسيق الالكتروني. النقطه الثانيه المهمه ان احنا بداناها منذ اسبوعين حمله اعلاميه الحقيقه مكثفه ساعدتنا بها كل وسائل الاعلام، واستخدمنا فيها كل وسائل الاتصال الرقمي. هذه الحمله استهدفت توعيه الطلاب بكيفيه اجراء التنسيق الالكتروني بشكل سليم وتلافي الاخطاء الشائعه اللي احنا يعني استفدنا منها من تجارب السنوات السابقه. والمركز العام للوزاره الحقيقه اصدر عده ادله ارشاديه بهذا الشان في شكل مبسط في نوجين، في شكل انفوجراف، في شكل فيديوهات مبسطه تساعد الطلاب على يعني كيفيه فهم مسألة التنسيق الإلكتروني بمنتهى البساطة واليسر. أيضا رصدنا كافة الأخطاء الشائعة اللي كانت في السنوات السابقة وجمعناها في دليل إرشادي للطلاب، إزاي الخطأ ده موجود وإزاي يتلافى هذا الخطأ مرة أخرى. كل هذه التيسيرات الحمد لله تمت خلال الفترة الماضية، وإحنا مستمرين في حملة التوعية بحيث بنقلل الاخطاء قدر الامكان اللي بيحصل. اشهر الاخطاء ايه دي يا دكتور عادل؟ اشهر الاخطاء اللي حصلت وانتم بتحذروا الناس منها؟ بعض الطلاب للاسف الشديد كان بيتنازل عن الرقم السري الخاص بيه لاصدقاء لزملاء، ودي حاجه الحقيقه تسببت في مشاكل لبعض الطلاب، لانه اللي معاه الباسورد يقدر يدخل ويغير رغبات الطالب، دي مسألة في منتهى الحساسية، فالطالب الرقم السري خاص بيه ولا يجب ان هو يطلع اخرين عليه. دي حاجة من الحاجات. الحاجة الثانية الطالب يعتقد انه بمجرد ما كتب رغباته ليس من حقه انه يعدلها، لا من حقه حتى اخر يوم في المرحلة المخصصة ليه، حتى اخر ساعة يستطيع ان هو يعدل. لو هو متردد وحد يعدل رغبات من حقه يعدل هذه الرغبات، لكن التنسيق بياخذ باخر نسخه تعديل للطالب. هي دي النسخه اللي بتعتمد. طالب من حقه ان هو يطبع اخر تعديل عمله
وهو ده اللي هيتم ترتيب الرغبات على اساسه. ايضا من الحاجات الاخطاء الشائعه جدا ان الطالب بيتعامل بجديه مع الرغبات الاولى اللي هي العشرة او الخمستاشر الاولى، وبعدين يكتب اي حاجه للاسف بيرتب عشوائيه، هو داخل منافسه شديده مع زملائه فبيعتقد انه مجموعه هيديله الرغبه الاولى دي، ان ما كانتش الاولى يبقى الثانيه يبقى الثالثه، وبعد كده بيتعامل بمنتهى الاستهتار مع باقي. لا، الرغبه 75 تعامل بجديه زي الرغبه رقم واحد، ما فيش استهتار في هذه المساله لانه ده مستقبل وبالتالي لازم يدقق في هذه الاختيارات. النهارده الحقيقه طبعا احنا اعلنا بكل وسائل الاعلام قطاعات زي التمريض والتربيه لغينا فيها التوزيع الاقليمي، وبالتالي ده بيوسع عدد الفرص قدام الطلاب الراغبين في هذه التخصصات ان يلتحقوا باي كليه تتاح ليهم اولا وفقا للتوزيع الجغرافي. النقطه ايضا المهمه ان الطالب بيتفاهم توزيع جغرافي الهدف منه الاساسي هو تقريب المسافه الجغرافيه بين بيته وبين الجامعه اللي بيكمل فيها حياته الجامعيه. فبيظهر له اولا كليات القطاع الجغرافي الاول اللي هو الف اللي هو ده الاقرب الى الاداره التعليميه اللي هو اتخرج منها، ثم بينتقل للقطاع ب، ثم ينتقل للقطاع ج في احد التخصصات. فدي نقطه مهمه جدا ان الطالب يفهمها، وده اللي احنا اشرنا اليه في الادله الارشاديه والفيديوهات والانفوجرافيكس اللي احنا نشرناها على نطاق واسع جدا عشان تيسر للطلاب هذه المسائل. الطالب لو دخل على الصفحه الرسميه لوزاره التعليم العالي هيجد كل هذه الادله، هيجد كل هذه الفيديوهات، دخل على الموقع الالكتروني وبنصحهم جميعا يشوفوها كويس المشاهده والقراءه المتأنيه عشان يقدروا يعملوا عمليه التنسيق بمنتهى اليسر الالكتروني. طيب يا دكتور، توصياتك ايه لكل اللي بيكتب رغباته في التنسيق في المرحله الاولى؟ اهم درس مستفاد، يعني دايما حضرتك في بعض الاحيان اولياء الامور والطلاب بيدخل التنسيق بمدخل استخسار المجموع، انا مجموع كبير فما ادخلش كليه مجموعها اقل. وده ما انتهاش الفكر ده يا دكتور عادل بكل التغيير اللي احنا بنشوفه حوالينا ده ما انتهاش. خلينا اقول لحضرتك ان هو موجود عند البعض والبعض الاخر بدا يغير فكره. الحقيقه بدانا في السنوات القليله الماضيه لقينا اقبال شديد على جامعات التكنولوجيه، وده توجه حميد عظيم جدا ومتميز. لقينا اقبال على تمريض، لقينا اقبال على حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي، معنى ذلك ان الشباب بدا يفكر بشكل مختلف. عندنا برامج حديثه سواء بتكلم على القطاع الهندسي، قطاع الحاسبات، قطاع العلوم الانسانيه، بنصح كل الطلاب يدخلوا على المواقع الالكترونيه للجامعات. صحيح اسم الكليه مش كفايه، شوف البرامج المتاحه الجديده داخل كل كليه، اصبح عندنا حضرتك ثوره في البرامج الدراسيه والمتخصصه الجديده والبرامج البيانيه، كل القطاعات، اذا كنا بنتكلم على قطاع الاعلام، اذا كنا بنتكلم على قطاع الحاسبات، إذا كنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، إذا كنا بنتكلم على القطاع الهندسي. كافة هذه القطاعات عندنا برامج دراسية جديدة، وعلى الطلاب إن هو يرهق نفسه لمدة يعني دقائق لكل موقع إلكتروني لكل الجامعات المصرية، عدد الكليات بيتزايد، عدد البرامج بيتزايد، يشوف إيه التخصصات الجديدة اللي معمولة أساساً عشان الاستجابة لاحتياجات سوق العمل مش بس في مصر وأيضاً على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. هذه التخصصات الجديدة معمولة بلجان متخصصة بشراكات مع عدد من الدول، وبالتالي ده احتياج لسوق العمل. على الطلاب مراجعة المواقع الإلكترونية للجامعات، معرفة هذه البرامج الجديدة عشان يقدموا عليها بإذن الله. دكتور، هو تقريبا المرحلة الأولى من التنسيق تبتدي إمتى؟ طبعا احنا منتظرين وصول الشهادات للطلاب، لأن شهادة الطالب مدون بيها الرقم السري ومش هيقدر يعمل تنسيق إلكتروني غير بالرقم السري، فمنتظرين وصول الشهادات الى الطلاب. واحنا بنتسلم النتائج من وزاره التربيه والتعليم، بنجري عليها تحليل احصائي للمجاميع التكراريه عشان نشوف بالضبط توزيع مجاميع الطلاب على كل فئه من فئات المجموع بنص درجه، يعني احنا كل نص درجه عملنا لها احصائيه. وبالتالي عشان نعرف الاتجاه العام للتنسيق، بنعرف اتجاه العام لكل شعبه من الشعب الثلاثه. طبعا بنربطها بعد كده باحتياجات الكليات والقطاعات المختلفه من المجلس اللي بحددها المجلس الاعلى للجامعات. في ضوء كل هذه المتغيرات بمجرد الانتهاء منها هنعلن ان شاء الله عن بدء المرحله الاولى للتنسيق. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامي لوزاره التعليم العالي.